السلام عليكم الكيب، مرحبا بكم على قناتكم طوموبيل دي زاد بلوس، قناتكم المتخصصة بسوق السيارات المستعملة. في فيديو اليوم خاوتنا جبنا لكم مجموعة من السيارات، رانا خلينا لكم سيارات نضاف بماركات متنوعة، أسعار مليحة. الأسعار هذه اليوم تتراوح بين 80 و 195 مليون. قبل ما نبدأ في عرضي عليكم خاوتنا، نطلبوا منكم تشتركوا معنا وما تنساوش ضغطوا زر الإعجاب، ما تنساوش تفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. لمعلومات نقدر تجدون أرقام هواتف أصحاب السيارات في التعليق المثبت. على بركة الله وبدون إطالة عليكم نبدأ في هذه السيارات التي خسرنا لكم اليوم، فابقوا معنا. سيارة رقم واحد معنا في فيديو هذا اليوم من ولاية تيبازا، أودي أكات آني 2009. السيارة ذات لون جريسوري، فيها محرك ديازل 2.0 بقوة 180 حصان، لابواط مانويل ولاكات جريز صافيو. الأودي راهي لاتوت بالطوا أوفرو. السيارة فيها محرك مليح بزاف، مشات 270,000 كيلومتر. لاطول فيها شوية صبيغة سنكاوا. الطوموبيل صعبة يقبل التبادل، طلب 195، سعر قابل للتفاوض. السيارة الثانية من العاصمة، رينو كليو 2 إكستريم آني 2001. اللون أبيض، المحرك ديازل 1.9 بقوة 65 حصان. علبة سرعة السيارة يدوية، لاكات كريستا صافية. طوموبيل مشات 120,000 كيلومتر، فيها لابياس، لاكليم، لو اس بي، لا ديركسيون سيستي، لالارم، لي فونتبريار، لي روتوفيز إلكتريك. السيارة فيها روتوشات مخدومين عن كاوا، الموتور راه 10/10. صاحب لاكليو يقبل التبادل، سوموه 80 مليون سنتيم. طوموبيل رقم ثلاثة من ولاية البليدة، رونو كليو كامبوس آني 2007. اللون غريز أرجون، المحرك إيسانس 1.2 بقوة 60 حصان. علبة السرعة يدوية والكواتر السيارة صافيين. طوموبيل راهي لاتوت، مشات 269,000 كيلومتر. السيارة نقيم داخل وخارج، لونتروتيان راه أجور، محرك مليح. الطوموبيل راه مسوموها 133 مليون سنتيم. رقم أربعة من ولاية سيزي وزو، شيفرولي كابتيفا آني 2011. اللون أبيض، المحرك ديازل 2.0 في سي دي، قوته 150 حصان. لابواط فيتاس تاع الطونوبيل مانويال ولا كات كريز راهي صافية. السيارة لاتوت مشات 250,000 كيلومتر. الطونوبيل راهي 7 بلاص، ما فيهاش صبيغة، كلش راه فيها مريقل 10/10. محرك ولا طول الطونوبيل سوموها 170 مليون سنتيم. السيارة الخامسة بيجو 207 آني 2012. كولور بلانش، المحرك بنزين 1.4 بقدرة 75 حصان. علبة سرعة السيارة يدوية وكواتراهم صافيين. طوموبيل فيها لابياس، لاكليم، لو اس بي، لا ديركسيون اسيستي، لي فونت بريال، لي روتوفيزور الكتريك، لي فيت الكتريك. كيلومتراج تاعها راهي مشات 116,000 كيلومتر. طوموبيل فيها لي دو بارشوك على النظافة، فيها راكور صغير في المنجل. السيارة سوموها 185 مليون سنتيم. رقم 6 من ولاية بومرداس، سوزوكي سيليريو لاني 2014. اللون رمادي، المحرك بنزين 1.0 بقوة 160 حصان. لابواط مانويل ولاكات كريز صافية. طوموبيل مشات 195,000 كيلومتر لاتوت اوبسيون. محرك السيارة راه مريقل، الصبيغة فيها لي دو بارشوك، فيها راكور على نكاوا. طوموبيل صعبة يقبل التبادل، راه مسوموه 145 مليون سنتيم. رقم 7 من ولاية تيزي وزو، ليفان اكس 60 آني 2013. اللون ابيض، المحرك بنزين 1.8 بقدرة 190 حصان. لابواط فيتاس تاع السيارة مانويل ولا كات كريسا صافية. طوموبيل لاتوت مشات 200,000 كيلومتر. طوموبيل بروميارمون صبيغة في لي دو باشوك على نكاوا. طوموبيل موتور تاعها راه معاود جديد، صعبة طلب 115، سعر ثابت.
8 من العاصمة بيجو 208 أكتيف أني 2014 اللون غريز أرجون المحرك مازوت 1.6 اتش دي بقوة 92 حصان لابواد فيتاسا سيارة مانويل ولا كات غريز صافية طونوبيل مشات 220 ألف كيلومتر لاطوت 208 نظيفة المعاود وصبيعة ما فيهاش الموتور راه هايل 10 على 10 صاحبة طلب 195 سعر ثابت. السيارة الأخيرة معنا في فيديو اليوم من ولاية المسيلة فوز فاجن جيتا أني 2008 لون الطوموبيل جري سوري فيها محرك مازوت 1.9 تي دي بقوة 105 حصان لابواد فيتاس تاع الطوموبيل مانويل لاكات جري صافية جيتا مشات 296 ألف كيلومتر لاطوت الطوموبيل راهي بروبر بزاف من الداخل والخارج لونتروتيان اجور صاحب الجيتا يقبل التبادل سوموه 140 مليون خاوتنا ما تنساوش تشتركوا ما تنساوش تضغطوا زر الاعجاب ما تنساوش تفعلوا زر الجرس لمعلومات اكثر عن السيارات ما عليكم من الاتصال باصحاب السيارات ارقام الهواتف تجدون في التعليق المثبت وشكرا.